أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عند سامر سلام، عرض الشهر الأول برئاسة تروبل إتش. شفنا فيها تغييرات كثيرة ومعظمها كانت مفاجئة، وعن نفسي استمتعت فيها كثير. نبدأ مع بيانكا بلير وبيكي لينش على لقب سيدات رو. شفنا جير خاص للثنتين مع نور الشمس حلت المباراة أكثر. شفنا الستاندينج مون سولت من بيانكا، كي أو دي عبرع بيكي تسحبها وتعمل ليك دروب قدام صاحبة ريكوشي، فيرست باور بوم من بيانكا وكي او دي، بيكي تحولها الى ديسارمر، بيانكا تطلع وتعمل الكي او دي على الارض، بيكي تدخل على عد 9 تعمل المان هاندر سلام بس بيانكا تقوم سبانيش فلاي وحركتها القاضيه تفوز فيها بيانكا. مباراه كانت مجنونه والثنتين قدموا مستوى يفوق التوقعات، وبيانكا راح تكمل كحامله لقب السيدات لرو، والوجهه القادمه لازم تكون ريا ريبلي، نشوفها في عرض شهري. بيكي تسلم عليها وتحضنها بعد العرض، بشكلها صارت بيبي فيس الآن، وتأكد الموضوع بعد ما شفنا عودة بيلي بعد المباراة. جت معاها داكودا كاي وإيو شراي، أعتقد غيروا اسمها إلى إيو سكاي، وهذا كان حلم حياتها أن تنضم لعروض الرئيسية وبرئاسة تريبل إتش. أعتقد هي بتقدم مستوى حلو بيهتم فيها في العروض الرئيسية. بيكونوا عصابة مع بعض، دخلوا الحلبة، بيكي وقفت قدامهم بس الجدد طلعوا برا. متحمس جدا للعداوة القادمة، وإذا بتكون مباراة 6 وومن تاج أتوقع نشوف آسكا تنضم مع بيكي وبيانكا، نشوفهم يلعبون ضد بيلي، إيو سكاي وداكودا كاي في عرض الشهري القادم. تشامبا لابس جير نفس المز مع ماريس، والمز شكله كول، لابس كرت على ستايل لوغان بول يوم لبسها في راس المانيا، والصورة اللي حاطها داخل كان الصورة وهو مدمر لوغان بول في عرض الأخير، كانت لمسة جميلة. شفنا مون سولت من لوغان بول على الأرض وكملها بالبلوك باستر. شفنا الباور سلام والفيجر فور قبل يوم من المباراة الأخيرة لريك فلير، كروس بادي وستاندينج مون سولت جميلة كانت. تشامبا كان بيهاجمه بس الحكم شافه وطرده برا المباراة. تشامبا جاب كرسي وقعد في طرف الحلبة بس ايجا ستايلز طلع له يهاجم تشامبا ويدخلوا بين الجمهور. شفنا السبرينج بورد البو ويشيل الطاولة بس ماريس توقفه، لوغان من فوق الحبل ما يهمه نقز وعمل الفروك سبلاش على المز، كسر فيها الطاولة كانت روعة. يثبت بس ماريس تدك سوالف مع الحكم، مز ياخذ بطاقته على وشك يهاجم ماريس بس نشوف سكول كروشنج فينالي، يفوز لوغان بول ويشرب مشروبه برايم، يعني يعمل دعاية خفيف على منتجه. وقبل كم من يوم طلع خبر انه صار سبونسر لفريق ارسنال، خبر نوعا ما سعيد لجمهور ارسنال طبعا. نعم، ولوغان بول بنفسه ابهرني كثير في المباراة هذه، ما توقعت المستوى يكون بنفس الطريقة لانه بيلعب ضد المز، ولكن المز قدر يجاري وقدموا لنا مباراة حلوة. ولكن المباراة هذه طولت اكثر من اللزوم مما ادى الى قص وقت لمباراة ليف مورغان وروندا راوزي، بنجيلها بعدين. شفنا الماكسيموم ميل مودلز يصبوا ماي على اعمارهم، لا يدلعون بعد. من غير ماكسين كان عملت سكيب بس ماكسين فديتها. ثيري ضد بوبي لاشلي، ثيري هاجمه بالحقيبه قبل بدايه المباراه، حكم سال بوبي لاشلي قال له بتكمل ولا كيف؟ قال ايه بكمل. المفاجاه ان لاشلي فاز بشكل سريع بحركه الهيرت لوك، وكنا خايفين ان ثيري يفوز وبعدين ياخذ اللقبين ما ادري شنو. لا حبيبي، تريبل اتش يفهم في هالامور ويعرف ان بوبي از ماني وثيري هيز نوت، واشوفه لازم يحس بالخطر لان دادي مش موجود. جادجمنت داي ضد الميستيريوز، شفنا لقطة جميلة من بداية المباراة، دومينيك كان بيفر فين بس فين فر نفسه برع على طريقة سكوت ستاينر او ترنت من اي دبليو. ري يستعمل الكرسي على ديميان ويتزحلق على فين، سوبر كيك من ديميان وسوبر هيريكن رانا من ري. شفنا الدبل 619 بس ريا توقفهم. ساوث اوف هيفن كان بيخلصها ديميان بريست بس نسمع اغنية على ستايل البرود كنا مسوي لها ريمكس، وإج يطلع كأنه سواق دراجة، سبير على فين ووحدة ثانية على ديميان، دبل 619 وسبلاش من ري ميستيريو يثبت ويفوزوا الفريق. عودة إج بتكون عودة جميلة، وطبعا مع الأسامي الثانية أتوقع العروض الأسبوعية بتحلو أكثر. وإج إز باك بيبي، أنا سعيد إنه صار هالشيء لأن آخر مرة قلت لو ما طلع إج بحلق شنبي، فالحين مو بلازم أحلق الشنب. بات ماكافي جاي بفرقة يغنوا بام أس كوربن، أهم شيء الشايب بينهم، يقول آخر عمري أنا سافرت كل العالم أغني لناس معروفين ويجيني واحد يقول لي غني عن مؤخرة الثاني، تخيلوا بس.
سوبر كيك وهيركن رانا من ماكافي، شفنا شوت جان دروب كيك من كوربن كانت مفاجأة، بيسكادو من بات والسوبر بليكس كوربن يقوم، شفنا السوانتان بامبيني مايكل كول قالها يعني هو سوانتان بام بس يسميها سوانتان بامبيني، خشف زين ما طاح. نشوف الحكم يطيح واللو بلو ينتقم من اللي صار آخر مرة، بعدين ينهيها بأسوأ كود رد شفته في حياتي، بات يفوز المباراة. مباراة حلوة كانت يعني بس الفينش كان لك عليه. ترو ماكنتاير يظهر ومعاه سيفه، قال انا احب ناشفيل وانا اعيش هنا، قال شفتوا شو سوينا انا وشيمس في اخر عرض، كانت معركه استعملنا كل شيء وانا فزت، والمين ايفنت اليوم لاول مره قصدي يعني في ناشفيل قدامكم وقدام الولد هذا كولت، الجمهور حيوه وكان مستانس الحبيب، قال في كلاش ات ذا كاسل راح افوز باللقب مهما كان رومان او بروك ليزنر. التغيير جميل جدا، شكرا لتريبل اتش، والبرومو هذا ابدا ما كنا شايفينه قبل، ان المصارع يطلع ويطالع في وجه الكاميرا يقول كلام من قلب يعني كان شيء مختلف وجميل. فرقه رقص للستريت بروفيتس، اهم شخص فيه كان في النص الحبيب مستانس على الجو، طلعوا الستريت بروفيتس كاشخين بملابس التينيسي تايتنز، وكالعاده بدأ المباراه بالهيدلوك لنص ساعه. الأوسوس شايلينهم. إلينا الشق الثاني شفنا الستاندينج مون سولت من فورد، توب بيكون هيرو من دوكنز، دبل سبلاش من الأوسوس، ولكن جاي يهاجم جيف جارت وجيف يوقفة، أنجلو عطاه سباين باستر وكملها فورد فروغ سبلاش، بس جاي يعمل كيك أوت، فورد عصب على جيف قال له ليش ما تعد بسرعة يا أخي، توب بي دبل سوبر كيك، وحدة ثانية في الحلبة، 1 دي الأوسوس يفوزوا المباراة. المباراة كانت خرافية وشكرا للفريقين، ولكن شفنا الفينش هذا أكثر من مرة قبل، ليش تعيد المباراة إذا بالأخير الأوسوس بيفوزون؟ عندك فرق ثانية، قلنا النيو داي موجودين، يا عمي الفايكنج ريدرز بعد راضين بيقدمون على الأقل مباراة حلوة، بس أنا سعيد أن الصفحة هذه خلاص انتهت، الوجهة القادمة، الفريق القادم، منو ما كان بتكون مباراة جديدة، وعن نفسي خفت شوي قد شكل الفريق بيفترق، وأنجلو دوكز مسكين بيصير وضعه نفس وضع تكر من الهيفي ماشينري. الله يعينك، شفنا كيد روك بين الجمهور خربها الولد، والريدل يظهر يقول أنا مو مسموح لي انافس اليوم، بس سيث اذا انت موجود اطلع الان. سيث طلع ومع ادم بيرس وشون هيلمز يحاولون يوقفونه بس تضاربوا الين ما وصلوا الحلبه، وشفنا الكيرب ستومب والسيث واقف فوقه، يعني ريدل طلع رسمي منتهي جوبر ما ادري، غير لو راندي اورتون بيرجع بينتقم له هذا شيء ثاني، بس بالوضع اللي فيه اتوقع الدفعه توقفت، وبنشوف خصم جديد لسيث. ليف مورغان ضد روندا راوزي على لقب سيدات سماك داون، شفنا الكروسيفكس درايفر من ليف وارم بار توصل فيها الحبل، سوتها مرة ثانية روندا راوزي، بعد مرة توصل الحبل، ليف قاعدة تتألم بس تكمل المباراة، روندا تعمل الكروس آرم بريكر وهي تعمل الحركة ليف تثبتها، بس على عد اثنين ليف تستسلم، الحكم ما يشوف الاستسلام ويعد لثلاثة، نشوف روندا راوزي معصبة، ويوم حط الإعادة تشوف ليف فعلا تستسلم قبل عد ثلاثة، روندا تهاجم ليف بعد المباراة ومن حقها صراحة، وبعدين شافت الحكم وتهاجمه، الحكم قاعد يستسلم، شون ديفاري وجيمي نوب طلعوا ووقفوها، والفينش صراحة كان جميل بالطريقة هذه، تحمي ليف وراندا تحولها هي، لأن الشخصية هذه راكب عليها أكثر، بس ليش يقصون وقتهم؟ هذا سؤالي، إذا المز ولوغن بول طولوا في المباراة يعني ليش ما قصيتوا الدخلات؟ ليش ما قصيتوا أي شيء ثاني؟ وعندكم فيديو باكيجز كانت واحدة عن روثلس أجريشن، بس لو تبون رأيي مع قص الوقت المباراة طلعت أحلى، والوجهة القادمة هذه الأهم، راندا راوزي هيل وليف مورغان تبقى معاها اللقب، فخيار سليم، والمباراة كانت حليوة. شفنا العمدة كين وع موجود قال رقم الحضور اليوم 48449 شخص في الاستاد، شكر الكل وطلع نار من طرف الحلبة، رقم جميل بس سمعت انهم نسوا 20 نفر بين الجمهور، ما ادري ليش ما حسبوهم. لاست مان ستاندينج رومان رينز ضد بروك ليزنر، خلكم من دخلة رومان، شوفوا بروك ليزنر عنده التراكتور الخاص فيه، جابه لين طرف الحلبة، رفعه فوق وقام يقدم نفسه وهو واقف فوق التراكتور، بروك مجنون، قال انا فتى القرى واللي بيجلد رومان رينز الليلة، فر المايك من فوق ورومان مسكه كانه لاعب بيسبول، ينقز عليه من فوق جبال ويعمل له بيلي تو بيلي سوبلكس على الارض، وحده ثانيه من فوق الستبس، دخلوا بين الجمهور عمل له سوبلكس هناكي، يدخل في العمود، بول هيمن يترجى يقول له ارجوك خلاص لا تهاجم الترايبل تشيف، ارجوك لا تسوي له، رومان من ورا يشيله يعمل له سمون دروب على الطاوله، بروك يركب رومان على التراكتر وينزله داخل الحلبه، بصراحه حلوه
كانت. بروك عصب ودخل التراكتور في الحلبة ورفعها فوق. رومان تدربح وطاح من طرف الحلبة، وتشوف الحلبة شي قدامك كأنه 3D، يعني خدعة بصرية. الأوسوز يخربوا على بروك، بس بروك يوقفهم. بول هيمن يعطيه الألقاب، يقول له خلاص وقف أرجوك، خلاص عاد هذا الترايبل تشيف مالي، تبغى الألقاب شيله بس لا تهاجمه مرة ثانية. بروك قال له كيف، شله وعطاه F5 على الطاولة. بول هيمن راح فيها. رومان رينز يعطيه سبير، وهم طايحين تشوف ثيوري يطلع على أساس بيسوي كاشن. هاجم روبن من الحقيبة، بس بروك شله وعمل له F5، انتهى ثيوري. نشوف الدبل سوبر كيك من الأوسوز، سبير من رومان على الألقاب، يهاجم بالشنطة على ثيوري المسكين، وبروك بنفس الطريقة بس على عد 9 بروك يقوم. رومان يهاجم باللقب ويحطون أغراض فوقه. بالأخير الحكم يعد لين 10، حتى رومان كان واقف فوق الأغراض، وبالأخير الحكم عد لين 10 ورومان يحتفظ بألقاب الأندسبيوتد. مباراة فاقت التوقعات، متعة وراء متعة جمالية ما شفناها من قبل، وشفنا شيء مختلف، يعني فينش من نوع جديد. وصراحة ملينا من نفس المنوال، كل مباراة يكون بنفس الطريقة بين بروك ورومان، يا يعني انه يبدون بالفينيشز او انه يطولون الين ما تبدا المباراه الصدقيه. فشفنا جانب مختلف في العروض الرئيسيه، وانا متحمس لعرض كلاش اوف ذا كاسل. اذا فعلا درو ماكنتاير بيلعب ضد رومان، هذه اللحظه الصحيحه، اللحظه الاساسيه ان درو ماكنتاير ياخذ الالقاب، ونشوف حدث كبير في ويلز يحتفل فيه مع الجمهور، يكون فيها درو الواجهه الرئيسيه للدبليو دبليو اي في الايام القادمه. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما وابدا بنكم 1 سوو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 و